مدرسة الصاعقة. هنا الجندي المصري الباسل يصنع تحت النيران ووسط زخات الرصاص وهدير المدافع. في مدرسة الصاعقة تسلم الأجيال بعضها بعضا قيمة الفداء والتضحية، ويتعلم الجنود أن يتعايشوا مع المستحيل وأن يقهروا ما لا يقهر. هنا يسلم الجندي نفسه، فتتولى مدرسة الصاعقة إعداده بدنيا ونفسيا بصورة تجعله شخصا استثنائيا ومقاتلا يقوم بما لا يتخيله أحد من مهام. هنا يتعلم الجندي المصري أن مهمته هي أن يفعل أي شيء في أي وقت، برا وبحرا وجوا. لا تعرقله الطبيعة ولا تخيفه نيران العدو ولا يعطله شيء على الإطلاق. تجولت كاميرا أسر الكلام في هذه المدرسة العسكرية العريقة التي أنشئت في خمسينيات القرن الماضي لتوثق لكم جانبا من حياة هؤلاء الجنود الذين يتقلبون بين التدريبات العصيبة والمناورات والاشتباكات غير المألوفة لتأمين حدود الوطن وللحفاظ على أراضيه. أول زيارة لنا النهاردة في قوات الصاعقة، وطبعا إحساس يعني جميل جدا ان احنا نشوف حاجه احنا يعني عاده ما حدش بيتاح له الفرصه دي ان هو يتفرج على التدريبات ويتفرج على المناورات والحاجات والاسلحه والذخيره، فدي بالنسبه لنا اول مره تحصل ودي حاجه جميله جدا. قوات الصاعقه بجد حاجه تشرف وحاجه مفرحه جدا، ناس بتجتهد وناس عندها انتماء ولاء لمكانها، وده اللي بيزرع فينا احنا قيمه الانتماء لما بنشوف ان الناس هنا قد ايه بيضحوا قد ايه بيشتغلوا قد ايه بيشتغلوا على نفسهم عشان يبقوا احسن واحسن واحسن. انا النهارده جايه ومطمنه، حاسه ان في ورانا جيش محترم جدا، يعني ان شاء الله مصر هتبقى يعني بخير باذن الله. هنا جنودنا يتدربون على كل شيء بدءا من الحروب النظامية والعمليات ذات الطابع الخاص وصولا لحروب الشوارع والصحاري والجبال، واثقين في الله عز وجل ومسلحين بأحدث الأسلحة وبأفضل صيحات التدريب الحديث. حفظ الله مصر.